الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها اليوم هي اتفاقيات كتهم المساعدة المعمارية والمواكبة التقنية في العالم القروي، وهي اتفاقية ذات أهمية كبرى، إن غادي تمكن الساكنة القروية المولوج واحد خدمات معمارية وتقنية بالمجان، وكذلك غادي تمكن المهندسين المعماريين والطبوغرافيين وعدد من المتدخلين كذلك باسداء هذه الخدمات بجودة عالية، وتمكين هذه المجالات التي كتكون غالبا هي مقصية مع هذا النوع ديال الخدمات، او حتى الى وصلتها ما كتكونش يعني بالجودة الكافية. الا الان احنا على مشارف مرحلة جديدة بمناسبة الاتفاقيات هذه لوضع اسس لسياسة جديدة معمارية وسكنية في هذه المناطق، هذا طبعا في اطار كل المشاريع التنموية المندمجة اللي كتشمل هذا المجال هذا.